لماذا سميت بلاد الشام بهذا الاسم؟ يطلق اسم بلاد الشام على الأراضي الجغرافية التي تشمل كل من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، وقد تعددت آراء اللغويين والجغرافيين حول أصل تسمية بلاد الشام، فبلاد الشام في اللغة العربية قد تعامل معاملة المؤنث والمذكر، وقد تنطق بالهمزة فيقال شأم، أو تترك الهمزة فتنطق شام، أي بلاد الشأم أو بلاد الشام. وتباينت الأسباب التي من أجلها أطلقها على المنطقة اسم بلاد الشام، فمنهم من قال لكثرة الشامات البيض والسود الموجودة في تراب وحجارة أراضيها، فالشام جمع شامة، في حين قال آخرون أن شام بمعنى الطيب، ولذلك أطلق على المنطقة هذا الاسم نظرا لوقوعها شمال الكعبة المشرفة، أو وفقا لآراء أخرى نسبة إلى سام ابن نوح عليه السلام الذي كان أول من نزل بها. وكلمة سام تنطق شام باللغة السامية التي كانت سائدة آنذاك، إذ استبدلت السين بالشين بسبب كثرة تداول الكلمة. وفي تفسير آخر فإن منطقة بلاد الشام تتميز بكثرة قرائها، أو عفوا بكثرة قراها التي تعد قريبة من بعضها البعض، ولذلك أخذ العرب بالتوجه شمالا إلى ناحيتها في ترحالهم، أي أنها منطقة ذات الشمال، ولهذا أطلق عليها اسم شام التي يعني جهة الشمال.